وننهي حسناء من الأردن، حيث نظم أمس ملتقى المعلمين للتكنولوجيا في الشرق الأوسط. نعم، الملتقى يعقد عن بعد، شارك فيه 15 معلما من دول عربية مختلفة، تم انتقاؤهم بعد مشاركتهم في مسابقة عرض فيها كل مدرس تجربته في توظيف التكنولوجيا في قطاع التعليم. الملتقى من تنظيم أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين بالتعاون مع مؤسسة تي فور للتعليم. ويحضر معنا للحديث عن هذا الملتقى من عمان السيد عبد المجيد شملاوي، مدير الأداء المؤسسي والتكنولوجيا في أكاديمية الملكة رانيا. مرحبا بك معنا سيد عبد المجيد. أهلا وسهلا بكم، شكرا على الاستضافة. إذن أستاذ عبد المجيد، المدرسون المشاركون في ملتقى هذه السنة تم انتقاؤهم كما ذكرت نظرا لتميزهم في استخدام التكنولوجيا في التعليم، ما هي أبرز وأحدث الاستخدامات التي أثارت انتباهك والتي كشف عنها هؤلاء المشاركون؟ نعم، هو ال 15 مشارك فعليا هم تم انتقائهم من تقريبا 500 فيديو اللي وردونا الى الاكاديميه لتقييمهم من خلال الفريق. ال 500 فيديو اللي اثار انتباهنا فعليا انه كان في تنوع في نوعيه الفيديوهات وفي اليه استخدام التكنولوجيا في التعليم، منها ما استخدم التكنولوجيا في اعداد الحصص الدراسيه او الدروس، منها من استخدم تكنولوجيا في العملية التعليمية نفسها، ومنها من استخدم تكنولوجيا في عملية التقييم، ومنها ما كان يتضمن محتوى عميق يفيد الطلاب ويساعد الطلاب على التعلم. وكذلك بعض النقاط اللي أثارت فضولنا أصلا في هذا الموضوع أيضا كانت اللي هو أنه بعض المعلمين استخدموا التكنولوجيا في تنمية الابتكار والإبداع عند طلبتهم، اللي هو كان شيء مميز صراحة في هذه الجولة من الفيديوهات اللي إحنا قيمناها وقامت اللي هي اللجنة المسؤولة عن تقييم الفيديوهات باستعراضها. طيب، اليونسكو قبل أشهر عقدت مؤتمرا حول التفكير في التحول الرقمي للتعليم، لكن حذرت من مخاطر الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات استخدامه في مجال التعليم بالتحديد. ما هي باقي التحديات المطروحة اليوم أمام استخدام التكنولوجيا في قطاع التعليم؟ صراحة إذا بنتفرج إحنا اليوم على استخدام التكنولوجيا والعوائق اللي مر فيها المعلمين خلال السنوات اللي مضت، طبعا تطور استخدام التكنولوجيا خلال 3 سنوات الماضية بحكم الحاجة لاستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، لكن لا تزال هناك بعض المخاوف، منها تكافؤ الفرص في استخدام التكنولوجيا، اللي يستطيع استخدام التكنولوجيا والذي لا يستطيع استخدام التكنولوجيا، فكرة تكافؤ الفرص أيضا من حيث الوصول إلى الإنترنت والاتصال بالشبكة، شبكة الإنترنت واستخدامها، وفكرة أيضا الذكاء الاصطناعي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، أيضا فكرة الديجيتال ليترسي أو المهارة الرقمية للمعلمين والمهارة الرقمية للطلاب أيضا باستخدام التكنولوجيا. يمكن هذه بعض الأجزاء اللي ممكن نتفرج عليها، لكن كل اللي عم يثير فضولنا أن المعلم عم يشوف التحدي وعم يعرف كيف يفكر باستخدام التكنولوجيا ليذلل هذه الصعوبات ويقلل منها. نعم، شكرا جزيلا لك السيد عبد المجيد شملاوي، مدير الأداء المؤسسي والتكنولوجيا في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين من عمان. شكرا جزيلا لك أيضا زميلة حسناء مليح على هذه الفقرة، فقرة تكنولوجيا.